بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الفقه الميسر كنا وقفنا في المرة الأخيرة في الباب الثاني في الكلام عن المسألة الرابعة والباب الثاني في الآنية، وكان فيه عدة مسائل. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. المسألة الثانية حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. المسألة الثالثة آنية الكفار. المسألة الرابعة وهي التي وقفنا عليها الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. قال: جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: فإنما حرم أكلها. قال: وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء وإلا فلا. قال: جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله. الميتات مثل الشياه ويعني النياق ويعني الإبل عموما والماشية مثلا عموما، فإذا ماتت مثلا الدابة منها فإن جلدها يجوز الانتفاع به إذا طهر، أي إذا طهر بوسيلة تطهير، إذا طهر بوسيلة تطهير. وهذا من فضل الله تعالى ورحمته أنه جعل ذلك رحمة بالناس. فالميتة حرمها الله تعالى، لا ينتفع الإنسان منها بشيء إلا مثل ذلك، فينتفع منها بمثل جلدها إذا طهره. والناس خصوصا في الزمن القديم ينتفعون من ذلك، كأن يجعلوها فرش، يجعلوها أثوابا نحو ذلك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب، بعد الدبغ يسمى شن مثلا، فأما قبل الدبغ يسمى إهاب. أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. شاة لميمونة زوج النبي رضي الله عنها، مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يجرونها لإلقائها، فقال: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. الميتة هذه خذوا منها الجلد، نعم. فقالوا: إنها ميتة، يعني ميتة، يعني كيف ننتفع بها؟ قال: إن فإنما حرم أكلها. حرم أكلها، أما الانتفاع ببعض أجزائها بطريقة معينة حددها الشرع فإنه يجوز الانتفاع به والاستعمال له، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء وإلا فلا. تحلها الذكاء بالذاء وليس بالزاي. الزاي تبقى مقصود بها الزكاة اللي هي تطهير المال، أما الذكاء هنا فيقصد بها تزكية الذبح بذبحه أو نحره.
قال وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء وإلا فلا. إذا كانت الميتة مما يؤكل لحمه يعني مما يؤكل لحمه لأنه تحل الذكاء. نعم. وعلى هذا فالميتة التي لا يؤكل لحمها فعلى هذا لا تجوز، وإن كان هذه في الحقيقة مسألة خلافية أن ننبه عليها في آخر الكلام. أما شعرها فهو طاهر، أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كذلك أيضا مما أحل الله من الميتة أن ننتفع به الشعر، الشعر والصوف، شعر الميتة أو الصوف أن يأخذ يقص يعني يقوم بجز الصوف أو الشعر من على الميتة ويأخذه ينتفع به. احنا طبعا ربما بعضنا يقول لها يعني خلاص المسألة ما هذا يختلف ويتفاوت من مجتمع إلى مجتمع ومن ناس إلى ناس. أي نعم. قال أي شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، أما اللحم فإنه نجس. أيضا مما أباحه الله تعالى الريش كذلك، يعني ننتفع بالشعر وكذلك الريش، فيجوز أخذ ريشها ريش الميتة كذلك والانتفاع به، ولكن ينبغي إذا أخذه أن يأخذه بآلة جز مقص نحو ذلك، آلة جز، وذلك لأنه لو نزعه نزعا فلا يخلو من مصاحبة الدم. أين؟ قال ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد. كيف يدبغ الجلد؟ كيف يطهر؟ بالدبغ، بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، كالملح وغيره، إن يوضع على الجلد ملح أو نحو ذلك. ووسائل الدباغة في هذا الزمان يعني أكثر تقدما من ذي قبل، أو بالنبات المعروف بالقرض أو العرعر ونحوها، أشياء زي الملح كده والشبة ونحو ذلك. وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر، اللي هو لا يؤكل لحمه يعني لا يؤكل، فهذا لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر حتى ولو بالدباغ. وهذا وعلى هذا فيقول فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا. الحقيقة إنه الراجح، وإن كان الجمهور على قول المصنف، الراجح أن جميع الجلود تطهر بالدباغ ما عدا جلد الخنزير، ما عدا جلد الخنزير كل الجلود تطهر بالدباغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وما عين. أما الخنزير فلنجاسته ذاتا، فلنجاسته ذاتا موصوب بأنه نجس ذاتا. وأما الكلب فالراجح كما سبق أن الكلب نجاسته في لعابه، في لعابه. أي نعم. وعليه فيطهر على الراجح جلد جميع الميتات، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وطائفة من أهل العلم. وعليه فجلد الهرة أيضا يطهر بالدبغ، الميتة من الهرة يطهر بالدبغ. قال وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. ذكرنا أن الراجح خلاف ذلك على كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. ولذلك هنا مسألة فائدة، جلود السباع، جلود السباع هل يجوز يعني استعمال هذه الجلود للركوب مثلا عليها أو الجلوس أو استعمالها كثياب مثلا ونحو ذلك؟ فالراجح أن هذا يكره في حال ما إذا استعمله
خيلاء وسرف. إذا استعمله من باب الخيلاء والسرف، ويعني لأنه قد روي حديث وإن كان حديثا يعني فيه كلام بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع. فهل النهي هنا يتناول الاستعمال؟ فهذه مسألة. فإن كان في الحقيقة فيه سرف وفيه خيلاء فهذا يدخل في الحرمة، والأولى الابتعاد عنها، اللي هي زي جلد النمر ونحو ذلك وجلد الأسد ونحو ذلك، والأولى الابتعاد عنها للخلاف الشديد فيها. وظاهر الحديث المنع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، جلود السباع. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ. كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. قلنا أن الراجح الجواز في ما عدا الخنزير، والله أعلم. ثم قال: الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى: قضاء الحاجة يقصد به ما يسميه أيضا العلماء بآداب الخلاء، آداب قضاء الحاجة، آداب الخلاء. وفي الحقيقة يعني انظر إلى حسن الألفاظ الإسلامية، حسن الألفاظ الإسلامية، وانظر إلى عظيم التعبير في، طبعا أصل ذلك القرآن، يعني ما أخذ يعني العلماء تحسين الألفاظ في التعبير إلا من القرآن والسنة. فالقرآن يعبر عن قضايا خطيرة جدا في يعني ربما أحوال الناس، ربما يعبرون عنها بألفاظ تحرج النفس وتبعث على الاستحياء، لكن في القرآن والسنة تجد أعظم التعبير. فمثلا تجد في القرآن مثلا قول الله سبحانه وتعالى في القصة المشهورة، مثلا قصة يوسف عليه السلام: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. شوف الألفاظ، وتمر القصة ولا أبدا ما تجد الإنسان يخرج بعيدا أبدا عن القرآن، مع أن المشهد يحكي أو الآيات تحكي مشهدا لو عبر عنه الناس لعبروا عنه بألفاظ تجرح الحياء. كذلك للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعبر في السنة كثيرا، فيعبر في السنة بالقبل، بالفرج، بكذا، والذين هم لفروجهم حافظون ونحو ذلك، هذه تعبيرات لا تجرح الحياء بخلاف الناس. ولذلك تجد حتى في كلام فقهاء الإسلام يأخذون هذه الطريقة، فيقولون: باب في قضاء الحاجة. قضاء الحاجة يقصدون بها التخلي. شوف حتى احنا لما نيجي نعبر بنعبر برضو بتعبير لا يجرح الحياء ولا يعني يخدش الذوق العام للناس، بخلاف الطريقة التي تعودها كثير من الناس. تجد الألفاظ في البيوت مثلا، حتى الأطفال يعني لما يعلموا يعلمون بالطريقة التي فيها الألفاظ الإيش الجارحة، حتى في التعبير. يعني إذا أراد أنه يعني يقضي حاجته تجد في ناس الألفاظ تبقى جارحة جدا، أو ألفاظ تخدش الذوق العام، الذوق العام للسماع الطيب ونحو ذلك. قال: الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى: الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. ما هو الاستنجاء وما هو الاستجمار؟ قال: الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين. يا سلام، شايف التعبيرات؟ إزالة الخارج من السبيلين بالماء، إنه الإنسان يتطهر بالماء، ده اسمه استنجاء. والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق
كالحجر ونحوه. والاستجمار إن الإنسان يتطهر من بوله أو من روثه، يتطهر بالأحجار ونحوها. يبقى الاستنجاء يتطهر بالماء من البول والغائط، والاستجمار يتطهر بالأحجار ونحوها كالمناديل والخرق ونحو ذلك. ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجزئ أحدهما عن الآخر، يعني لو أنه استجمر في وجود الماء صحت طهارته، يعني مسح بالمناديل صحت طهارته، لكن الطهارة بالماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف. نعم. قال لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، انظر إلى التعبيرات، يدخل الخلاء. الخلاء اللي هو المكان البعيد عن حركة الناس، بحيث يخلو بنفسه بعيدا عن الناس، فهذا يسمى خلاء. ويسمى غائط أيضا، غائط وهو المكان المنخفض عن الأرض، سمي غائط لأنه منخفض عن الأرض. فإذا أراد الإنسان قضاء حاجته ذهب إلى الغائط لأنه يختفي عن أنظار الناس، وهذا من أدب قضاء الحاجة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. إداوة من ماء شيء يوضع فيه الماء، قدح أو نحو ذلك. وعنزة، العنزة اللي هي عصا صغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصحبها يعني دائما في الغالب، يضعها أمامه وهو يصلي إذا صلى إلى فضاء أو خلاء كسترة. قال: فيستنجي بالماء، دليل على الاستنجاء بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، إلى الغائط أيضا كما ذكرنا اللي هو المكان المنخفض البعيد عن أنظار الناس، فليستطب بثلاثة أحجار. فليستطب، ولذلك بعض العلماء يسميها الاستطابة، اللي هي مسألة الاستنجاء يسميها الاستطابة. نعم. فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وثلاثة كما سيأتي لأنها مظنة التطهير، إنما أقل من ثلاثة لا، والجمع بينهما أفضل. يقول: والجمع بينهما أفضل، يعني لو جمع بين الاستنجاء والإيش والاستجمار. لكن في الحقيقة هذا راجع إلى الحال، لو أنه جمع في زماننا هذا بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالمناديل خير، لكن لعل الاستنجاء بالماء ثم الأحجار قد يكون فيه تقدير للمحل بالتعفير أو نحو ذلك، والله أعلم. قال: والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح. الاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها كما ذكرنا كالمناديل والخرق ونحو ذلك، من كل طاهر منق مباح. طاهر لابد يكون طاهر، ما يكون شيء نجس كالروثة اللي هي الجافة لا تجوز اللي يستجمر بها. نعم. اللي هي روث البهائم يجف في الأرض يبقى زي الحجر، لا لا يستجمر بها. قال: منق مباح، منقي هي نقي هي طهر، مباح ما يكونش مغصوب مسروق نحو ذلك. قال: كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، اللي هي المناديل والخرق ونحو ذلك. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات،
لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برضيع أو عظم. فهذا الحديث يدل على اشتراط الثلاثة، اشتراط الثلاث مسحات. طيب هل يجزئ حجر كبير له 3 جهات؟ يجزئ بإذن الله. لو حجر كبير له 3 جهات وهيستجمر من كل جهة على حدة يجزئ هذا الحجر. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. قال لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. أو ده قيد مهم نحط تحت خط كده، في الصحراء بلا حائل. كلمة بلا حائل نحط تحت خط كده، بلا حائل. وذلك لأنه إذا كان بينه وبين القبلة حائل فلا بأس، فلا بأس. يعني زي الحمامات الموجودة الآن، إنسان جوه حائل يعني جدران ملحمة خلاص، فإن استقبل أو استدبر فلا بأس. أين؟ قال لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ولكن شرقوا أو غربوا باعتبار طبعا أهل المدينة، أهل المدينة، وإلا أهل مصر لو شرقوا هيبقوا مستدبرين القبلة. أهل مصر لو شرقوا هيبقوا مستدبرين القبلة. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما تستدبرش القبلة ولا تستقبلها في حال قضاء الحاجة، لكن هذا إذا كان ليس بينك وبينها حائل. الدليل على ذلك يأتي. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. بيقول وجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، فهذا محمول في الحقيقة على أنها مكشوفة ليس بينها وبين القبلة حائل. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، جدار، عمود، دابة، فلا بأس بذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. في بيته هو ده القيد، في بيته لأنه حائل، حوله حائل. وطبعا ابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه من غير قصد، من غير قصد، لأنه كما في الرواية المفصلة أنه يعني صعد على سطح لبيت لحفصة رضي الله عنها، فرأى أو وقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته. قال ولحديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة. أناخ ابن عمر بعيره مستقبل، حط البعير وراح مقعده كده واستقبل يعني البعير، والبعير كان في جهة القبلة، ثم جلس يبول إليه. فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا اللي هو التبول جهة القبلة أو نحو ذلك؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فهذا قول ابن عمر، ويبعد أن يكون هذا مجرد اجتهاد من ابن عمر، وإنما هذا أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم. الشيخ بيختم في الآخر أنه من باب الأفضلية، من باب الأفضلية، لو أمكن الإنسان أنه هو لا يستقبل ولا يستدبر القبلة فعل، أما إذا تعذر فلا بأس. ولذلك تجد البعض أحيانا بيتكلف، مثلا الحمام في المسجد مثلا جاي جهة استقبال أو استدبار القبلة، يقوم يكسر أماكن في المسجد تنفع الناس عشان يعمل حمام في غير هذه الجهة،
أبدا المنفعة والمصلحة الأكبر مع ذلك، وخصوصا مع وجود الدليل فلا بأس. أي نعم. وبقدر المستطاع لا توضع الحمامات في مقدمة المساجد، إنما تكون في مؤخرة المساجد، ولو أمكن تكون خارج المساجد لكان هذا هو الأفضل، أن تبقى خارج المسجد أصلا، لأنه لم يكن أصلا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا الخلفاء ولا ما بعد الخلفاء إلى زمن طويل جدا لم تكن داخل المساجد يعني أماكن لقضاء الحاجة لوقت قريب جدا. المساجد الكبيرة ما كان فيها ذلك، إنما في أماكن منفصلة، أماكن منفصلة. قال المسألة الثالثة: ما يسن فعله لداخل الخلاء؟ قال: يسن لداخل الخلاء قول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ضبط، وهناك ضبط آخر، اللهم إني أعوذ بك من الخبث. الخبث بضم الباء يقصد بها في ذكور الشياطين، إناس وذكور الشياطين. الخبث والخبائث على ضبط آخر معناها الخبث الشر، اللهم إني أعوذ بك من الشر وأعوذ بك من الشياطين. نعم. وذلك لأن هذه الأماكن محل يعني وجود الشياطين، والشياطين يجذبها الأماكن القذرة ونحو ذلك. قال ولذلك فإذا أنا أذكرها بخصوص الأخوات خصوصا، أنه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو يعني رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عدم خروج الأطفال الصبيان الصغار خارج البيوت ليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إذا جنح الليل بجنحه فخلوا الصبيان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما تطلعوش الصبيان من البيوت الصغار، هم الأولاد الصغيرين جدا خصوصا، فإن الشياطين تنتشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن الشياطين تنتشر. والعلماء يقولون لأن الصبيان أكثر مظنة لوجود النجاسات بهم، صبي بيبول على نفسه نحو ذلك، والشياطين تحب الأماكن اللي فيها نجس وقذارة، فبالتالي تعلق بالصبيان أكثر خصوصا في الليل اللي هي تنتشر. أي نعم. قال: وعند الانتهاء والخروج يقول: غفرانك غفرانك، يعني اللهم اغفر. قيل لأنه في هذا الوقت يمتنع عن الذكر، فلما خرج يستغفر الله على أنه ظل هذه المدة بلا ذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر إلى عظيم هذه أو هذه الملة وهذا الدين، إن الإنسان يستغفر وهو طالع من الحمام عشان كان قاعد ما بيقولش ذكر في الفترة دي. طب إيش الحال بقى الناس اللي أصلا طول النهار قاعد على القهاوي، واللي قاعدين يحكوا حواديت، واللي قاعدين مش عارفين، واللي ماسكة تليفون هي وأختها في التليفون عمالين يتكلموا في حاجات ملهاش أصلا أي لازمة خالص. فانظر إنسان طالع من الخلاء يقول: غفرانك يا رب، اغفر لي إن أنا قعدت الحبة دول ما بذكركش فيهم. قال: وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وطبعا ما فيش نص، لكن هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، وكان يجعل اليسرى للوضيع من الأحوال، فكان إذا دخل المسجد دخل باليمين، وإذا خرج خرج بالشمال. كذلك إذا دخل الخلاء، خلاء مكان وضيع، يدخل بالشمال، وإذا خرج يخرج باليمين. نعم. قال: وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. الحقيقة الأداب دي كثير من الناس أهملها، نظرا لأن كثيرا من الأطفال والصبيان لا يعلمون ذلك. هذه الأشياء ترسخ في نفس الإنسان ولا يعني تضيع إذا ثبتت في نفس الإنسان منذ صغره، إن الطفل هو داخل الحمام نقول له قول كده، هو خارج قول له اعمل كده ونحو ذلك، فتثبت هذه الأشياء. قال: وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. ده إذا كان يعني في خلاء خارج المكان. وهذا ينبه إلى مسألة، وهي
عدم المكث في الخلاء فوق قدر الحاجة. هذا يكره أن يمكث في الخلاء فوق قدر الحاجة. لماذا؟ لأنه عرض للتعري وكشف العورة، وكشف العورة. وقد جاء في حديث إن كان ضعيف: فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند جماع الرجل أهله وعند قضاء حاجته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة تفارق الإنسان عند الخلاء وعند جماع الرجل أهله. عند الخلاء تفارق الرجل لأنه هذا المكان قذر أو فيه قذرات وفيه نجاسات، بخلاف بعض الناس بقى خصوصا مع الحمامات الحديثة اللي بيحطوا فيها بقى جوه أدوات إقامة في الداخل، وبعضهم يقرأ الجرايد، وبعضهم يشرب القهوة الريحة، وبعضهم ممكن يكون كمان لما يحب يترفه يدخل الحمام، حكاية البانيو، يملى البانيو ويقعد يعمل ايه؟ يبلبط. فهذا كله مكروه، لأن الإنسان يكشف عورته بلا داعي، بلا داعي. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. إذا كان في الفضاء يعني المكان البعيد يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، يعني يذهب إلى مكان بعيد بحيث لا يرى، خلاف بعض من لا يستحيون يبول أمام الناس ونحو ذلك. قال: وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله إذا دخل الخلاء، أن يقول بسم الله. إنه الإنسان هو داخل يسمي، طب يسمي أين؟ يسمي عند شروعه في الدخول، وليس هو داخل المكان، عند شروعه في الدخول. وحديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وحديث في تأويل تاني لغفرانك أيضا، وهو أنه قيل أنه يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء. في حديث آخر ضعيف لكن لا يثبت، اللي هو: الحمد لله الذي هذهب عني أذهب عني الأذى، أو عافاني وأذهب عني الأذى، هذا ضعيف. فقيل أن غفرانك لأجل تقصيري في شكر نعمك، لأجل تقصيري في شكر نعمك. فمن نعم الله تعالى أن خلصك من ذلك، سبحان الله. تخيل أنت إنسان مريض بأنه لا يستطيع التخلص من ذلك، البول أو الغائط، مشكلة كبيرة جدا، من أشد الأمراض على نفس الإنسان. فالحمد لله يعني الذي جعل لنا ذلك، هذه نعمة، فلذلك يستغفر الله من تقصيره على شكر هذه النعمة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض، بحيث لا يكشف عورته حتى لو في مكان خالي، حتى لو في مكان خالي لا يكشف عورته إلا بعدما يقترب من المكان. نعم. نقف على المسألة الرابعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى شرح حديث جديد من الأحاديث النسائية.